الرئيس التركي رجب طيب أردوغان يقول إن تركيا ستحل بعد الانتخابات الملف السوري بالدرجة الأولى، إما عن طريق المفاوضات أو في الميدان. الجيش التركي يسير الدورية العاشرة بين نقطتي المراقبة التركية في شيرمغار ومورك بريف حما الشمالي. المتحدث باسم القمة العربية محمود الخميري يقول إن استعادة سوريا لعضويتها في جامعة الدول العربية يحتاج إلى توافق عربي، وهذا الأمر لا يزال مفقودا في الوقت الراهن. 44 منظمة سورية غير حكومية تعلن دعمها للمذكرة المقدمة من مركز جيرنيكا للعدالة الدولية حول اختصاص المحكمة الجنائية الدولية في التحقيق بالجرائم التي ارتكبت ضد المدنيين في سوريا. وزير الدولة الفرنسي للشؤون الداخلية يقول إن باريس لا تعرف تماماً مصير ما بين 200 إلى 300 طفل هم أبناء عناصر فرنسيين من تنظيم الدولة. معبر باب الهوى الحدودي مع تركيا شمالية إدلب يعلن إغلاق بوابته أمام حركة المسافرين يوم الأحد القادم فقط بسبب توافقه مع انتخابات البلدية التركية.